خويا اللي عارف انا هو ان النبي عليه الصلاه والسلام تعدوا عليه المشركين في مكه ومشى هجر للمدينه ووقعوا شي غزوات وبقى فيها حتى مات النبي عليه الصلاه والسلام. شلا صاحبي راه فتح النبي عليه الصلاه والسلام مكه من بعد ما قريش نقضوا بنود صلح الحديبيه. بلاتي بلاتي كيف الصلح الحديبيه؟ على النبي عليه الصلاه والسلام وقريش تصالحوا في شي وقيته ومن بعد دخل النبي عليه الصلاه والسلام فاتحا لمكه. زين عندك هادشي عاود لي الله يحفظك. السلام عليكم طيبون الطيبات، معكم صهيب الملح في فيديو جديد من سلسلة أجد نجح مع أول درس من مدخل الاقتداء اللي هو صلح الحديبية وفتح مكة دروس وعبر. بعد قبل ما نبدأ أجي نشوف الإطار المرجعي باش نعرفوا بماذا تطالبنا الوزارة في هذا الدرس. هذا كاينين ثلاثة ديال المحاور، أولا صلح الحديبية السياق التاريخي والنتائج، والثاني فتح مكة دواعيه ونتائجه، والمحور الثالث هو الحرية والسلام والتسامح والوفاء بالعهود من أسس بقاء الإسلام وانتشاره. هالدرس هذا عنده علاقة وطيدة بسورة يوسف، أولا من جهة قول الله سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فشاف واحد رؤيا عن مستقبله أنه سيمكن وأنه سيصير نبيا، وهذا ما وقع بعد ابتلاءات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحداث صلح الحديبية تاه وشاف رؤيا في المنام كيف غادي يجي معنا إن شاء الله، ووقعوا له ابتلاءات ولكن في الأخير تحقق داكشي اللي شاف. وتظهر هذه العلاقة أيضا في قول يوسف عليه السلام لما عفى عن إخوته رغم أنهم آذوه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش اللي آذوه فوق 20 سنة حين فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. على بركة الله نبدأ بأول محور اللي هو السياق التاريخي لصلح الحديبية والنتائج، ونشوفوا تعريف ديال صلح الحديبية من اللي نسالوا هذا المحور باش يسهل عليكم تحفظوه. وعافاك ما تبقاش مشكرة في جالس ليا، خذ لك شي كاس تاع اتاي وتبع ليا هذه القصة الزوينة. في إحدى الليالي وبالضبط في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه دخل إلى مكة فاتحا لها ومعتمرا. بالطبع فرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فأخبر الصحابة بذلك ففرحوا أيضا وخرجوا معه. وكان العدد ديالهم 1400 صحابي بينهم أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا بغيتي تحج ولا تعتمر بطبيعة الحال خصك دير الإحرام، وهذا الشيء اللي داه النبي عليه الصلاة والسلام حين أحرم من ذي الحليفة. أحرم بمعنى نوى الحج أو العمرة وتجرد من المخيط. وباش النبي عليه الصلاة والسلام يعرف شنو وقع في مكة صفت واحد الصحابي سميتو بسر بن سفيان باش يخبره بأشنو طرف قريش. ملي وصلوا الخبر ديال ان قريش تريد منعه من اداء مناسك العمره وتريد ان تقاتله، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لكي يخبر قريشا بان المسلمين انما جاءوا لاداء مناسك العمره للقتال. المشكله سيدي ان قريش احتجزت عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام ما بقاش عارف شنو وقع لعثمان رضي الله عنه، والقضيه غادي تزيد صعاب وتحمض ملي انتشرت واحد الاشاعه تقول قتلت قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه. ايوا ديك الساعه النبي عليه الصلاه والسلام جمع الصحابه وبيعهم للقتال لاجل الانتصار لعثمان رضي الله عنه، فبايعوه فسميت تلك البيعه ببيعه الرضوان. نمشيو دابا لقريش. قريش كيف سمعت باللي النبي عليه الصلاه والسلام دار بيعه الرضوان ويتصفت مباشره سهيل بن عمرو باش يتفاوض مع المسلمين ومع النبي عليه الصلاه والسلام، حيت هما عارفين باللي المسلمين الا مشاو تدخلوا باش يتقاتلوا وقلوبهم ممتلئه ومطمئنه بالايمان راه حتى شي جيش في هذا العالم ما غيقدر على المسلمين. تفاصيل ديال تفاوض النبي عليه الصلاه والسلام مع سهيل بن عمرو غادي يجيو معنا ان شاء الله في الدرس القادم ديال التفاوض والتشاور. المهم اللي خصنا نعرفوا دابا ان هذا التفاوض هذا وهذا الصلح أسفر عن بنود زعما الشروط، منها أولا إيقاف الحرب بين المسلمين وقريش مدة 10 سنوات، وثانيا أن يرجع المسلمون في ذلك العام إلى المدينة وأن لا يعتمروا في مكة حتى العام القادم، ثالثا أن يرد المسلمون كل شخص يأتيهم من قريش مسلما وأن لا يرد المشركون
كل شخص يأتيهم من المسلمين معتدا، وهذا شرط مجحف. رابعا، من أراد أن يدخل من القبائل في عهد المسلمين فليدخل، فدخلت قبيلة خزاعة. ومن أراد أن يدخل من القبائل في عهد المشركين زعم قريش فليدخل، فدخلت قبيلة بني بكر. وخكت بل لكم هذه الشروط مجحفة وظالمة، إلا أنها كانت في صالح المسلمين، حيث من نتائج ديال هذا الصلح هذا أولا تفرغ المسلمين لنشر دعوة الإسلام والتعامل مع اليهود اللي كانوا كيشكلوا واحد الحقد داخلي وسط المدينة. ثانيا تضاعف أعداد المسلمين. وثالثا تحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع للهجرة حين دخلوا إلى مكة معتمرين. ورابع نتيجة وهذه مهمة بزاف، الاعتراف بالدولة الإسلامية. بطبيعة الحال ملي أنا وكنجي وكندير معاك صلح ومعاهدة وكذا، فأنا كنعترف بيك كدولة قائمة بذاتها. إوا دابا ملي سالينا نقولوا تعريف صلح الحديبية. معاهدة حصلت بين المسلمين وكفار قريش في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قرب الحديبية بضواحي مكة. سالينا مع صلح الحديبية، إذا ما فيها بس نعطيو بعض الدروس والعبر. أولا رؤية أو إثبات أن رؤية الأنبياء حق، وثانيا اليقين بأن شرع الله سبحانه وتعالى وطاعة الله ورسوله لا تأتي إلا بالخير. وهذه كتبان من اللي اعترض عمر رضي الله عنه على بنود صلح الحديبية وجماعة من الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتبعوه وقال لن يضيعنا الله، فكان اتباعهم له هو الذي جرى عليهم هذا الخير. ندوزو الثاني محور اللي هو فتح مكة دواعيه ونتائجه. ونبدأ بالدواعي اللي هما الأسباب. قلنا أن من بين بنود صلح الحديبية عقد هدنة بين قريش والمسلمين مدتها 10 سنوات، لكن قريش ما احترمت هذا الشرط. كيفاش هادشي؟ عقدت على قبيلة بني بكر اللي دخلت في العهد ديال قريش، ناتوا يتقاتل مع قبيلة خزاعة اللي دخلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتنوض قريش ويتعاون سرا ديك القبيلة ديال بني بكر بالسلاح، تصدقوا ميتين بزاف ديال الناس من خزاعة. هما مشاو تشكوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا انفضت بنود صلح الحديبية. قريش عرفوا بلي خسروا هذه المرة، فأرسلوا أبا سفيان لأجل أن يجدد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه رفض ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان مع 10,000 صحابي وفتحوا مكة من غير قتال. سمعتوها الخوت اللي كتبقاو ناعسين في رمضان حتى لربعة العشية كتقول اخويا رمضان مخسا ديال النعاس، راه المسلمين في التاريخ كانت عندهم الانجازات العظيمة في شهر رمضان. خصنا نفيقوا حنا هاد أمة الإسلام ولا غادي نبقاو نطيحوا ونطيحوا ونطيحوا حتى غادي نختفيو كاع. المهم نتج عن فتح مكة أمور، منها أولا تحقق وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه حين قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثانيا وهذه كتعجبني بزاف، تخيل معايا ناس عذبوك وطردوك وقتلوا لك الصحاب ديالك وما خلو حتى شي حاجة داروا لك، وكتجي في الاخر وكتدخل انت تقدر دير لهم أي حاجة بغيتي وتقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا عفو النبي صلى الله عليه وسلم الشامل على قريش التي آذته طويلا. وثالث نتيجة هي دخول الناس في دين الله أفواجا. طبيعة الحال ملي شافوا هذا الموقف الجميل ديال النبي عليه الصلاة والسلام، من سيأبى الدخول إلى الإسلام؟ المشكل كاين في بعض الناس اللي كيجي تادب وتبدا يقول لك الإسلام دين تشر بالسيف. الله يهديكم. وصلنا الآن إلى آخر محور اللي هو الحرية والسلام والتسامح والوفاء بالعهود من أسس بقاء الإسلام أو من أسس انتشار الإسلام وبقائه. هذا المحور هذا من أسهل ما يكون، غادي نشدو هاد القيم اللي دوينا عليها اللي هي السلام، التسامح، الحرية، الوفاء بالعهود، وغادي نسقطوها على الوقائع اللي يلاه كنا كندويو عليها والأحداث. أول قيمة الحرية، كان لفتح المسلمين لمكة دور كبير في تحرير المستضعفين والضعفاء اللي كانوا في مكة، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم عن حرية المعتقد حين قال لقريش اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكم دينكم ولي دين. ثاني قيمة السلام، لأن أول بند من بنود صلح الحديبية اللي هو الهدنة ساهم في تقليل الصراعات وتجنب سفك الدماء، فكان الإسلام رائدا في المعاهدات التي تتبنى السلام للحروب. ثالث قيمة هي التسامح، كان لعفو النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش رغم إذايتهم أثر كبير في انتشار الإسلام، لأن الناس علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام
ليس منتقما وليس ملكا جبارا يريد أن يتجبر على الناس، وإنما أرسل رحمة للعالمين. الرابع قيمة هي الوفاء بالعهود. كيف شفنا كانت شروط صلح الحديبية مجحفة وظالمة في حق المسلمين، إلا أن المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام التزموا وأوفوا بالعهد، فكان لذلك أثر طيب على سمعة المسلمين. صافي سالينا الدرس وغندوزوا الأسئلة ومن بعد جاوبوني عليها في الانستغرام باش نديروا لايف ونصحوهم إن شاء الله. السؤال الأول، ما هي أوجه التشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف في أحداث صلح الحديبية وفتح مكة؟ السؤال الثاني، عدد بعض بنود صلح الحديبية. ثالثا، شكلت أحداث صلح الحديبية وفتح مكة سببا عظيما في انتشار الإسلام، بين ذلك. المهم كي ديما ما نحتاجش نوصيكم تشاركوا في القناة وتفعلوا معايا باش يطلع المحتوى الناس وحده اخرين. كان معكم صايب الملح، السلام عليكم ورحمة الله.